ضحايا التجار بالبشر واللي عندها معاناة نفسية كبيرة تم استغلالها بشكل بشيع إلى غير ذلك من المعاناة اللي عاشتها، لا سواء في ارتكاب جرائم ولا أثناء المحاكمة والواقع ديالها العائلي إلى غير ذلك. مجموعة ديال المشاكل بقى كتعانيها اليوم وبقى كتبع معالجة نفسية عند أخصائي نفساني إلى غير ذلك، واللي كتلتمس منكم أنها غتدخل ولكن ما عندهاش الجرأة تواجه. غادي تتكلم معاكم وهي ملتفتة، غادي تسمحوا ليها وغتسمحوا لينا، هذا طلبها، ما قدرش تواجه. هذه هي الوضعية، اختارت هي القانون ديالهم، ولكن الأصل هو أن الوضعية النفسية ديالهم هي اللي كنشوفوها وكنلاحظوها وكنعينوها وضعية نفسية مهزوزة. سارة المرس، تفضلي خذي الكلمة واحكي على واقعك اللي كتعيشي من بعد القرار الاستئنافي اللي علائيا نعتبروه اذان الجاني، ولكن واش هذه الادانه كتنصف الضحايا؟ ساره المرس تفضلي. السلام عليكم. كنشكر محامون هيئه الدفاع ديالي من محاميه المحامين في جامعه النساء. شكرا لجميع المنابر الاعلاميه اللي هي معنا اليوم. اليوم قررت باش نهضر، سنين دابا وانا ساكته، اليوم قررت وخديت قرار باش نهضر. علاش؟ لانني ام وما غاديش نتقبل هادشي، وقال بنتي ولا بنتي ولا خويا ولا خالي ولا، لان هادشي راه بزاف تعذبنا بزاف، حتى شي واحد ما حس بينا. كنطلبوا انا بعدا شخصيا كنطلب من الناس كاملين تفهم وتحس، حنا راه ماشي حمقين، جينا من الفضاء وغنحطوا على واحد الانسان الباطل وغادي نعيشوا حياتنا حنا في العالم. انا واحد الشابة اللي في العشرينات من العمر ديالي وليت كنحس براسي عندي 70 عام. انا الميكرو دابا ما قدرتش نشدو في يدي لان راه تعذبنا بزاف فوق القياس. كيف ما تعرضنا ليه في هذاك المكتب؟ كيف ما تستغلينا في هذاك المكتب؟ كيف ما تستغلينا في داخل القاعات ديال المحاكمة من سب وشتم وقلة آداب وقلة احترام هذاك الشيء راه بزاف. حالتنا النفسية كنتمناو من المغاربة كاملين ومن العالم كامل يحس بينا. أنا كأم ما بقيتش قادرة نعيش في داري، ما بقيتش قادرة نستحمل الحياة. كانوا عندي 3 محاولات ديال الانتحار، ماشي غادي من السماء وبغيت نتبلى وبغيت نحماق وبغيت نموت وبغيت. كلكم مغاربه وحتى شي واحد فيكم ما غيرضى هذا الشيء لختو ولا لبنتو، وانا متاكده ولو صحفي منكم ولا صحفيه منكم تشوف غير بنتها تابعها واحد في الزنقه ما غتقبلهاش وما غتقدرش تهضر قدام الناس. حنا اليوم جينا نهضروا ماشي هكاك، هاد الشي بغينا نحيدوه، هاد الطابو بغينا نكسروه، بغينا كلشي يهضر. اي واحد، اي بنت تعرضت للاستغلال تهضر. انا عندي اب، عندي ام، عندي عائله، عندي خوالي، عندي عمامي، عندي خوتي، عندي ولادي. هاد الشي راه كيعذب بزاف. هاد الدوله اللي كتقولوا حنا مدفوعات من طرف الدوله، هاد الدوله انا ما لقيتش الشريه حتى الدواء. انا اليوم منين كنمشي للسبيطار ونوقف نشد النوبه كيعطيوني رونديفو ديال 3 شهور، سيري تموتي. فين هي هاد الدوله انا اللي دافعاني؟ ولا كنت مدفوعه من طرف الدوله تعالجني تشري لي الدواء؟ انا اليوم ما قادرش نخدم، ما قادرش نلقى خدمه، ما قادرش نعاود نمشي نخدم. مازال فين هي هاد الدوله تخدمني؟ على الاقل، على الاقل اضعف الايمان. انا اليوم ما بقيتش قادره نمشي في الزنقه، انا اليوم ما كنقدرش ندخل الاداره ونقول الاسم ديالي. فين هي هاد الدوله هادي تحميني؟
غنهضر وما غنسكتش، واللي بغى يقول مدفوعة من طرف الدولة يقولها، واللي بغى يقول عصابة يقولها. هذاك السيد مجرم وخاصو ينال العقاب ديالو، ولا ما خداش العقاب ديالو ولو نعرف نعطيه ليه بيدي. كفى عافاكم، فكروا فينا، راه حنا نساء، فكروا فينا، راه عندكم ولادكم، فكروا فينا، راه عندكم بناتكم. راه اليوم ماشي غير البنات اللي كيتغتصبوا، راه حتى الولاد كيتغتصبوا. راه الولد كيدخل للمدرسه وكيجلسوا الاستاذ فوق رجليه وما كيقدرش يجي عند باه يقول ليه بابا ها شنو وقع. راه البنت اليوم في الروض كيتملس فيها المدير وما كتقدرش تهضر. حاولوا ديروا واحد الثقافه لوليداتكم، حاولوا تعاونوا الناس اللي بغاو يهضروا، حاولوا تعاونوا الناس اللي بغاو يدافعوا على حقهم، ما تكسروهمش كيف ما هرستونا. راه بالسبب ديالكم انا حاليا ما تنعشش بلا دواء، انا حاليا كون عطوني الساك ديالي جبت لكم الدواء اللي لحد الان تناخذو. انا حاليا ما قداش نهز ولادي نعنقهم. بارك علينا عافاكم، الله يخليكم، اجي نكونوا يد في يد، اجي نتعاونوا، اجي اللي دار شي جريمه ينال العقاب ديالو. راه بزاف عيينا ما نصبرو. عمرني ما كنت كنفكر باش نخرج ونهضر، ولكن اليوم خديت قرار غادي نهضر، ولو ان المجتمع ما كاينش اللي يرحمني، حتى شي واحد ما رحمني. سنين وانا خارجه من الدار والديا مشغلين عليا، عائلتي ما قادش تشوف فيهم. فراك عافاكم، الضحايا اللي كتقولوا ما كاينينش راه ما تولتوش عليهم، انا ما كلمتوش وقلتو بغينا الضحايا نشوفوهم. غير كتقولوا ما كاينينش ضحايا، هما الضحايا اليوم واقفين قدامكم دم ولحم وعظم. عاونوهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.